السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل ماسك إلى الدهون تحت الجلد اللي بتكون بالوجه، اللي على شكل حبوب صغيرة. طيب، تكون هي دهون هيك يعني متكونة زي الحبوب بالوجه، بتكون يعني عادة بالذقن أو بالمناخير أو تحت العين. طيب، هي أكياس دهنية. طيب، تصير يعني هي شلون نقول بقايا من الحبوب، هي تتجمع هيك زي البكتيريا وتكون تحت الجلد. طيب، كيف نتخلص من هذه الدهون اللي تحت الجلد؟ ماسك كلش سهل ومتوفر بكل البيوت، وهيكم انتو قاعدين شايفين كأني قاعدة اسوي سلطة، يعني ما خلى غير طماطة اللي هي البندورة والخيار. طبعا اثنيناتهم يعني شو بحكي لكم كتير كويسات للبشرة وللجسم اذا اكلناهم. كنا نعرف الخيار وفوائد الخيار وشو بيعمل هو للبشرة، هو يمنع التجاعيد، يغذي البشرة، يعطيها هيك حيوية ونشاط، ويعطيها لمعة، ويقاوم الشيخوخة. أما الطماطة، الطماطة كنا نعرفها أو البندورة مثل ما يقولون بعمان، طماطة غنية غنية بالفيتامينات، وتحتوي على معادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وجميع العناصر الغذائية المفيدة جدا إلى البشرة وإلى الجسم كمان. طيب، وهي كمان تخلصنا من الشوائب وحب الشباب والرؤوس السود، رؤوس السود اللي تكون على المناخير أو بالوجه، يعني عادة بكل الوجه. طيب، تخلصنا كمان من هذا، وتقضي على التلوث اللي يصير بالبشرة، وتقضي على الدهون اللي بالبشرة، يعني اللي بشرتها دهنية كمان تقدر تعمل هذا الماسك، لأنه هو احنا بالأساس مسويه ماسك إلى الدهون اللي تحت الجلد، وكمان اللي يعني اللي بشرتها كثير دهنية تقدر كمان تستعمله. وهذا كمان الماسك حتى شلون نقول يشد البشرة. زي ما حكيت لكم الماسك كلش سهل. كيف راح تبدين انت فيه؟ دائما يعني بديك تسوين ولو يعني كل اسبوعين مره حمام بخار للوجه تبعتك، لان انت الوجه تبعتك اختي اللي انا طلبته اخت من عندي، اكثر من اخت ولا طلبته من عندي، فانا قلت لهم اليوم ان شاء الله اعمل لكم اياه. طيب، محتاجه انت الى حمام بخاري عشان هذه الحبوب تتفتح. طيب، وتحاولي كيف انت تسوين الحمام البخاري، وبعد ما تعملين الحمام البخاري عاده تاخذين مثلا هيك فد شلون نقول منشفه او بشكير صغير او شلون نقول قطعه من القماش. طيب، بس تكون قطنيه، نقول هذه القطعه القماش القطنيه تبليها بالماء الدافي وتخليها على الاماكن اللي عندك المصابه. طيب، عشان شلون نقول ان اول اشي نظافة، واثنين نهيئها للماسك اللي احنا بدنا نعمله. هاي الشغلة يعني حاولي سويها، يعني كل ما بدك تسوين الماسك، وحاولي دائما نظفي، يعني حاولي هيك نظفي للمكان هو بالقطعة القماش بوجهك. حاولي لازم تحافظي على نظافة وجهك، وتبتعدي عن كثرة الميك اب على وجهك. يعني عادة عندك مناسبة تخليها بس ترجعين على طول ينغسل من وجهك. طيب، زي ما حكيت لكم الماسك كل السهل، اخذت نص حبة، نص حبة الطماطم، نص هاي الحبة اخذتها، اخلطتها بالخلاط، سويتها يعني هيك، شوفوا حتى انا ما خلطتها منيح، حتى لو يعني مو مشكله هيك طلعوا، يعني حتى لو ما خلطتوها، احنا نريد بس المي تبعتها. تخلطوها بالخلاط وتخلوا ليمون، انا صراحه اليوم ما عندي ليمون بس اضطريت اسوي لكم اياه. ليمون تاخذوا تقريبا مقدار ملعقتين. طيب، احاول انا اذا ما طلع من عندي نقول هاي ملعقه، وراح استعمل هذا الليمون اللي بس انتو لا تستعملوه، تستعملوا الليمون الطازج، انا لان ما عندي اضطريت اسجل لكم الفيديو. يعني ملعقتين اكل ليمون. طيب، انا خليت واحدة من الليمون العادي وهاي ملعقة، ملعقتين من الليمون الطازج. ما بتستعملوا الليمون اللي معلب اللي مسوي هذا كله، حتى هذا
طيب هذا كله اصلا مواد حامضه وخالي ما بيسوون كذب يعني، لا تصدقوا حتى عندنا بالمانيا يعني ما بثق فيه انا. زين تخلطوه كله هيك مع بعض. طيب وشو بتعملوا؟ تاخذون قطنه زي هيك زين وتبلوها، كلكم انتم شاطرين وتفتهمون فيها، حتى لو طلع هيك مو مشكله، وتسويه على كل وجهك. هذا الماسك يعني شلون نقول يوميا تقدر تسويه او بين يوم ويوم مو مشكله، تاخذين وتسوين كل وجهك. هذا الماسك كتير كويس، راح يقتلها هاي الحبوب او الاكياس الدهنيه اللي بالوجه، راح يقضي عليها نهائيا، وبنفس الوقت راح يعطيكي بياض كتير حلو للبشره ويشد البشره، وكمان يبعد التجاعيد ويأخر علامات الشيخوخة من الوجه. يعني راح تاخذين يعني عدة ماسكات بآن واحد من يعني الطماطم، كتير كويسة. حتى لو خليتيها نقول على ايديك كمان هي تبيض كثير كويسة. وبنفس الوقت اذا في اخت من الخوات راسلتني حكت لي بدها للمناطق الحساسة، كمان هذا تقدرون تبييض للمناطق الحساسة، كمان تقدرون تستعملون نفس الماسك، كتير كويس. شوفوا قديش سهلة وقديش بسيطة ومتوفرة بكل البيوت. بس ممكن طيب يعني في كثير ناس يتحسسوا من الطماطم ان تنحط على الوجه، انت جربيها اختي بمنطقة كلش صغيرة، نقول على الذقن تحت التوم تبعك، خلي هيك شوي. اذا شفتي تحسستي من عندها اختي رجاء اتركي للماسك، يعني ما بينفع بشرتك. هذا الماسك يتخلى تقريبا 20 دقيقة وبعدين تغسلين وجهك، بس لازم تحافظين على نظافة وجهك، وكمان تعملي تقشير للوجه، يعني التقشير اللي مثل الوجه تبعتكم انتو خواتي، محتاجين تقشير ولو يعني شغلكم بالاسبوع مرة لازم تسوون، عشان يبعد اللي شلون نقول الخلايا الميتة ويسد المسامات اللي عندكم اللي هي مفتوحة وهي قاعدة تتجمع فيها هاي الدهون، وتصير على شكل حبوب وعلى شكل حبوب، وهي هذه اللي تسوي أكياس دهنية. فلازم انت دائما تعملين تقشير الوجه. التقشير في كثير، حتى هو هذا نفسه طيب اذا خليتي معاه ملعقة يعني رز مطحون طيب تقدرين تسوي فيه تقشير. نفس الخلطة، نفس الخلطة تحطين معاها ملعقة رز مطحون وتعملين تقشير الوجه. زين هذا اول ماسك. بالنسبة للماسك الثاني، عشان بعمل لكم اياه اقدر اتحرك عندي. بالنسبة للماسك الثاني هو كمان اخذت انا شو اللي ما راح ينفعها هذا، بس لازم ضروري هذا، لان هو هذا في الليمون، والليمون هو يقتل البكتيريا من الوجه، والطماطم نفس الاشي. الماسك الثاني كمان تقدري تعمليه بالسبوع مرتين، كمان كتير كويس. هو شو اخذت تقريبا هالقد، يعني تقريبا نقول نص الحبة الخيار، نص حبة خيار صغيرة طيب، ونص طماطة كمان، نص حبة طماطم أو بندورة طيب، اخلطتهم بالخلاط، طلعوا عندي هيك، طلعوا كيف طلعوا. كمان راح تستعمليها نفس الطريقة، كمان تاخذين هيك قطنة وتغطيها هيك وتمسحي كل وجهك فيه. نفس الفوائد راح تستفادين منها، بس لازم تعمليهن الماسكين مع بعض عشان تاخذين. شوفي انا هالوقت هالمره بقولكم استعملوا الماسكين مع بعض عشان تحصلين على نتيجه. اختي هاي الشغله بتجين تكتبي لي بعد يومين انا والله ما استفاديت، انا الصراحه يعني ما شلون بقول ما اعرف يعني نسبه الالتهاب اللي بوجهك. هذا زي ما بحكي لكم بتخلوه هيك، كمان تكرريها هاي العمليه مرتين ثلاثه، تنظفيه بوجهك يعني 100%، وكمان تعملين زي ما قلت لك الحمام البخار وكل اشي لوجهك، والنظافة مطلوبة 100% لكم خواتي. طيب تعملين هذا الماسك، يعني في اخت او اختين اليوم انزل الماسك، ثاني يوم انزله بالليل، لي فترة انزل كل الفيديوهات تبعاتي بالليل، الصبح تكتب لي ما فادني، بديت تتردون بالليل تعمل الماسك الصبح تكتب لي ما فادني. والله العظيم ماني عارفة، أنا مش ما بعرف، أنا مش سحارة،
يعني بخلق الاشي بيوم وليلة، لا انا قاعدة اعرض الماسك خواتي. يمكن يفيدك يمكن لا، بس انا بعرفه 100% هاي الماسكين كتير مفيدات. هي احنا شو بدنا نسوي؟ نقتل البكتيريا اللي بالوجه. اذا قتلنا البكتيريا راح تروح كل هاي الشغلات من وجهنا. طيب، ونعتني بالنظافة، لازم النظافة، وتعتنين بالغذاء تبعك. في كثير أكل بتاكله هو يسوي هاي الأكياس. في أحيانا كمان بدي أقولكم، يعني أنا مرة طلعت لي هيك يكون يعني أورجيكم إياها هيك على إيدي، بيكون أنا صارت عندي بعيني فوق، يعني نقول هاي العين تبعتي، شلون نقول هيك بالعين فوق، طلعت لي زي الاكياس، كيس هيك بس يكون داخلي. تعرفون كيف وخرت هذا الكيس؟ انا جبت حبة ثومة، طيب، ودهنتها شوية بالزيت الزيتون، هي هذه حواليها كلها، واخذت قطعة صغيرة من الثومة حطيتها عليها، طيب، وبلاستر كثير صغير انا قصيته وحطيته هيك عليها. صحيح زعجني، ثاني يوم الصبح لقيتها تقريبا متغير لونها، ناشف، راح ابالك تقولون حارقيها. طيب، رجعت كررت العمليه مره ثانيه وراحت نهائيا من العين تبعتي. يعني هاي كمان اللي عنده هيك اكياس ما في احسن من الثومه، الثومه تقضي عليها نهائيا. خواتي، اتمنى من عندكم تجربوا هذا الماسك وتستمروا عليه على الاقل، يعني نقول في 3 اسابيع ان شاء الله يجيب معاكم نتيجه، واذا ما جاب معاكم نتيجه ممكن تكتبوا لي واسوي لكم ماسك ثاني، لان من شخص الشخص زي ما حكيت لكم شلون نقول يتغير. ممكن خواتي كمان، يعني هسه انا مثلا ما بدي اكبوا هذا، شو ممكن تاخذون كمان انتوا اذا سويتوا هيك كميه كبيره، تاخذون نص الكميه مال الخيار مع الطماطم، شوفوا هذه شو بتخلوا معاه، بتخلوا معاه هذا طحين الشوفان، طحين الشوفان تخلون يعني لحد ما انتوا تحصلوا على نقول عجينة متماسكة، كتير كويس كمان للبشرة، يشد البشرة، يقضي يعني شلون نقول يعطيها رونقة وجمال، كتير حلو. طيب، تخلطوه كله هيك مع بعض. طيب، هذا الماسك كمان كثير كويس، يغذي البشرة ومتوفر في كل البيوت، تقدروا خواتي كثير اكو ماسكات رخيصة ومتوفرة ببيتنا، حتى لو ما عندكم نقول مثلا طحين الشوفان، تقدروا نفس الماسك تحطون طحين الرز، طحين الخبز اللي احنا نخبز فيه كمان كويس. راح تسووها هيك عجينة متماسكة، تقدروا تحطون معاها زيت زيتون، تقدروا تحطون معاها زيت لبان الذكر، تقدروا تحطون معاها زيت اللوز، اي زيت انت تحبيه، وتقدر تحطيه زي ما هيك، يعني مو الا اي هاد. كمان هذا شو بتعملين اختي؟ تاخذين هيك، طيب، وتحطيه على البشرة كلها، طيب، على كل بشرة وجهك، وسيبيه لحد ما ينشف. طيب، وبس ينشف سوي فيه تقشير على كل وجهك. هذا الماسك زي ما حكيت لكم احتمال يبقى 20 دقيقة واحتمال 25، كل وحدة حسب الجو تبعتها، لان هسه بلش الجو عندنا يبرد، واظن هيكم شايفيني انا مشتية، جو عندنا بألمانيا كتير بارد. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى من عندكم كمان خواتي تعملوا لي لايك وشير واشتراك على قناتي، وتزوروني على انستغرام، ومع السلامة.